ونحن هاي الثورة هي ما قامت لحتى يعني على خلاف بالطوائف والأديان، هي قامت لرد الظلم، ونحن مشكلتنا مع النظام فقط، ولسه كحرب ما انتهت يعني، إن شاء الله تحرر كل سوريا بإذن الله تعالى ويعم السلام فيها بشكل كامل بإذن الله تعالى. ان شاء الله يعني هذا المقدمه ان شاء الله كبير باذن الله. الله يبارك فيكم. رح خبرونا انه انتم جامعين شويه مصاري فرجعوها ان شاء الله، نحن متكفل فيه بشكل كامل باذن الله تعالى. الأساسي والأهم أنه نحن نتساوى مع كل الناس وما نعتبر نحن كطائفة أو شغلة. ان شاء الله يعني شغلتنا نخدم الناس يعني، الله يبارك فيكم ان شاء الله، فحمايتكم وامنكم واموركم وارزاقكم هاي ان شاء الله يعني السلطه كفيله فيها باذن الله تعالى. هذا لكم ولكل الناس يعني ان شاء الله، مو وجلستنا هي ترى مو جلسه سياسيه ولا نحن حابين نكسب شيء من وراها. الله عز وجل يقول لا اكره في الدين. احنا اهم شغله ما بدنا حدا يجبر على الدخول على الاسلام. الشيء القديم اللي صار هذا هو شيء بصراحه نحن ما لنا مسؤولين عنه فيه. والشخص اللي ارتكب الجريمه هي نحن يعني بتعرفوا انتم شو صار فيه يعني بالاخير.